هنعمل مع بعض النهارده صينيه الكنافه بالقشطه البيتي بطريقه سهله جدا بقدير القشطه البيتي مظبوطه ظبطت السنين. وانت مغمضه كده خشي المطبخ على طول اعملي القشطه البيتي واعملي احلى صينيه كنافه، وما تنسوش دعوه حلوه ساعه الفطار باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. القشطه البيتي اول حاجه معايا، واتمنى ان انتوا كلكم تعرفوا المقادير بالظبط وتشتغلوا عليها تبقي استاذه فيها باذن الله. مقاديرنا ايه؟ هنشتغل على 3 كوبايات لبن، عليهم 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار قشطه، معلقه كبيره سكر، فانيليا او ميه ورد او ميه زهر اللي موجوده عندك. ميه الورد وميه الزهر بيبقوا حكايه في الكنافه بجد، جربيها كده هتعجبك جدا باذن الله. دي المقادير بتاعت القشطه. تلاتات يا جماعه علشان ايه تعلق معاكم على طول. يعني ايه تلاتات؟ 3 كوبايات لبن، 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار قشطه، معلقه سكر بس بتديها تطعيمه بسيطه بيبقى سكرها هادي جدا جدا زي القشطه بتاعت بره بالظبط. وبعد كده فانيليا. القشطه اللي انا كاتباها لكم دي اي نوع قشطه، ممكن قشطه علب، ممكن وش اللبن، ممكن القشطه البلدي، يعني عيشي. طيب مقادير الكنافه نفسها، نص كيلو كنافه، معلقتين كبار سكر بودر، ومعايا كمان سمنه يعني حوالي 2 معلقة سمنه. ده كده هيعمل لي صينيه حلوه قوي. الشربات بتاع الكنافه عملناه لسه قريب مع بعض واقول لكم مقاديره. 3 كوبايات سكر، 2 ميه، معلقه كبيره عسل جلوكوز لو موجود عندك، وعصره ليمونه، ومعلقه سمنه عشان تخلي لك الكنافه بتاعتك تلمع وطريه جدا. دي مقادير كمان الشربات بتاعنا، مش اكتر من كده. سالتوني لو انا ما عنديش عسل جلوكوز ينفع اعمل الكنافه؟ اه ينفع اعملها جدا، ما عندناش اي مشكله خالص. نجيب بقى ايه؟ لبانه حلوه كده ونشتغل في القشطه بتاعتنا بسم الله. نشغل عين البوتاجاز. حلو الكلام. هعمل ايه؟ بصوا ادي اللبن، وهقول لكم المقادير تاني. 3 كوبايات لبن بسم الله على البارد اهو الاول، هدوب فيهم 3 معالق كبار مليانين هرميه. وطبعا حبايبي القدام عارفين يعني ايه هرميه، يعني شكلها زي الهرم كده مش ممسوحه. عندنا في المعايير مقدارين، عندنا هرميه وعندنا ممسوحه. دي الهرميه اللي هي بالشكل ده، هرميه دي يعني مليانه على اخرها واخده شكل الهرم. خلاص اتفقنا؟ يبقى 3 معالق بالشكل ده. ادي 1 بسم الله، 2 3 وشويه عشان خاطر الحبايب. ايه كمان اتفقنا؟ معلقه كبيره سكر ماشي، وسنه فانيليا او زي ما قلت لك اي معطرات عندك. القشطه بقى مش هتتحط دلوقتي، عايزين نقلب قبل ما النشا يحجر معانا. واروح واخده كل الكلام الجميل ده على النار بالشكل ده. ما تبقوش تقلبوا انتوا بمعدن يا جماعه في الجرانيت او التيفال او الكلام ده كله، انا بس بقلب بالراحه كده وعارفه انا بعمل ايه، عشان للاسف ما عنديش مضرب سيليكون. مش مشكله خالص كده. يبقى هنا مقادير القشطه، 3 لبن، 3 نشا، معلقه كبيره سكر. بلاش 3 نشا دي، لا تفتكروا 3 كوبايات. تعالى يا استاذ طلعت نقولها تاني واحده واحده. 3 كوبايات لبن، 3 معالق كبار نشا، معلقه كبيره سكر وفانيليا، وعندي حته قشطه زي ما تحبي بقى، قشطه علب، قشطه بلدي. الناس اللي بتحب تشيل وش اللبن وتحطه في علبه كده في الفريزر، حطي منها كده 2 معلقة هتطعمها جدا. هسيبها بقى على ما تغلي براحتها، كل شويه هاجي اقلبها. والقشطه هتبقى اخر حاجه، هتعرفوا هنحطها امتى، قبل ما نطفي على طول على احنا دلوقتي كاننا بنعمل مهلبيه تقيله. قبل ما نطفي على المهلبيه التقيله على طول نروح ضايفين القشطه. هنركنها بس هنا دلوقتي على جنب، وما تنسوش وفكروني يا جماعه كل شويه وانا رايحه وانا جايه كده اروح مديها تقليبه كده بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الكنافه هنعمل فيها ايه. بسم الله، ادي السمنه وادي السكر البودره وادي الكنافه. دايما بحب اجيب الكنافه كتير واشيلها في الفريزر، تطلعيها تفركيها بايديك تبقى سهله جدا معاكي لما بتكون متجمده، ما بتحتاجش ولا كبه ولا اي حاجه خالص، بايديكي كده على طول بتفرول معاكي على طول وتبقى زي العسل. هروح حط عليها السكر البودر، مهم جدا جدا وانا بفرول الكنافه، بتديها لون حلو قوي وبيساعد على ان هي كمان بصوا تسلق على طول كده وتبقى زي العسل.
وبيديها كمان طعم حلو جدا بالشكل ده اهو. واقلب كده كله في بعضه، والكنافة كده كده انا مقطعاها اهي. ندي تقليبة للمهلبية على النار كده، هي اصلا لسه حتى ما قالتش انتوا فين كده بالشكل ده، شايفين ازاي. وبعدين هروح جايبة بولة وهقسم فيها بس شوية، عشان انا هعمل الصينية طبعا وش وظهر، فاقسمها كده بالشكل ده. واروح واخده هنا شوية سمنة وهنا شوية سمنة، والسمنة تكون سايحة كده. بصوا ازاي اهو، بسم الله، كبشة كده وكبشة كده. قلت لكم قبل كده، قبل ما حد يتكلم في اي حاجة، السمنة الكنافة والجلاش روحهم السمنة، وبعد كده بتطرد الباقي تقدري تصفيه من الصينية. لكن في الاول خالص عشان تديكي لون حلو وتبقى متماسكة وتديكي الكنافة اللي بتشوفيها الجاهزة، لازم لازم تاخد حقها في السمنة كده. خلاص هي جهزت معايا وبقت زي الفل كده، الطبقتين معايا جاهزين. هعمل ايه بقى؟ ندي تقليبة، هي هتبتدي تتقل اهي. يا مسهل يا رب، نديها تقليبة كده بالراحة. وبعدين هجيب الصينية اللي هعمل فيها الكنافة، وهجيب صينية أصغر منها أكبس بيها الكنافة، وده شرط أساسي معايا عشان تطلع معاكي الكنافة مظبوطة إن شاء الله. ترجمي لنا يا ستي الكلام ده وانتي عمالة واخدانا كده واحدة واحدة، هفهمكم. دي الصينية اللي هعمل فيها، كنت حاطة فيها ورقة زبدة، لا مش هحط فيها ورقة زبدة، هحط فيها سمنة، بسم الله كده ماشي. وبعدين هنجيب فرشة، وطالما جينا هنا ندي المهلبية بتاعتنا تقليبة كده بالشكل ده، قربت اهي خلاص. وبعدين اوزع السمنة في الصينية كلها بهذا الشكل، شايفين ازاي. والجناب كمان كل حتة هيبقى فيها السمنة، تعرفي ان الكنافة في الحتة دي هتاخد لون حلو ان شاء الله. وزعتيها كويس، صينية الكنافة بتاعتك هتاخد كلها لون ذهبي كده حلو زي بعضها. بعد كده هروح واخدة الكنافة وموزعاها كده، الطبقة دي مش هتبقى كتير ولا حتى اللي فوقيها، يعني دايما كده ما تبقاش الكنافة عندك عالية. يعني عارفين دايما بنشوف ايه، كنافة بنجيبها من بره يعني ما شاء الله في امانه الله كده حجمها حلو كده، نيجي بقى نعملها في البيت تبص تلاقيها عاليه عامله زي المكرونه البشاميل قد كده. طب ليه؟ عشان انا ما وزنتش ايدي كويس وما ضغطتش كويس، فبالتالي هاشت معايا في الفرن وعليت معايا. بصوا بقى المهلبيه ابتدت ايه؟ تتقل. بص يا استاذ طلعت، شايفين مهلبيه تقيله اهي، ريحه الفانيليا بانت على طول معايا، مقادير مظبوطه جدا زي العسل. ايه اللي هيحصل بقى هنا دلوقتي؟ شايفين القوام؟ بصوا ده القوام المطلوب بالصوت ده كده اهي، شايفين اهو. هروح طافيه النار خلاص كده. بعد ما طفيت النار عليها حته قشطه، اي نوع قشطه عندك كده اهي، وهقلب اخلي القشطه تدوب في السخونيه بتاعت المهلبيه. هركنها شويه دلوقتي، القشطه بتعمل ايه؟ اول ما بتنزل على طول في السخن هتكلكع معايا شويه، هسيبها شويه تبتدي تسيح جوه بالسخونيه بتاعت المهلبيه. وبعد كده في مرحله مهمه جدا هنشوف هنعمل ايه، بس نشتغل في صينيه الكنافه الاول. تعالوا بقى نوزع كده، انا ممكن اشيل لك دي شويه من هنا تهدى كده، صح كده ولا ايه؟ يلا نوزع بقى كده واعمل لها صور. يعني ايه صور؟ يعني بصوا اخلي الكنافه تطلع كده على حرف الصينيه، مش عايزه هنا فراغات، شايفين الفراغ ده؟ اضمه كده على بعضه اهو، وما تزوديش الطبقه، ما تعليهاش معاكي بهذا الشكل كده. في فراغ اهو، اروح عاملاه كده بصوابعي، لو هحتاج حته كنافه تاني احطها في اي حته فيها فراغ مفيش اي مشكله خالص، شايفين ازاي؟ ماشي. وبعد كده اروح جايبه الصينيه الاصغر حطها فيها، طبعا لازم تكون مغسوله كويس، واتك كده بايديا ماشي، والف واعمل كده، والف واعمل كده في كل اتجاه كده، اكبسيها كده بالشكل ده اهو.
تعالوا نشيل الصينية دي ونشوف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل بقى عندنا؟ شايفين ايه؟ بسم الله، اهي صينية الكنافة اتكبست. اتكبست بمعنى كلمة اتكبست في كل حتة، السور اللي عملته لها والصينية نفسها بقت قطعة واحدة اهي. تمام كده؟ ماشي. نروح كده بقى ايه مظبطينها كده، وتعالوا نجيب الكريمة اللي بردت نشتغل بيها على ما دي بس القشطة اللي فيها تسيح، ولازم تتضرب في الخلاط. النعومية اللي انتوا هتشوفوها بتاعت القشطة دي بعد ما بردت اتضربت في الخلاط، مش هقدر طبعا اضربها دلوقتي لانها سخنة جدا. يعني بحط فيها القشطة سخنة واسيبها شوية اركنها لغاية ما القشطة تسيح جواها والمهلبية بالقشطة يبردوا، واروح ضربها في الخلاط تنزل تديك قوام ناعم جدا جدا. تغطيها بالشكل ده بالاسترتش على المهلبية نفسها او القشطة نفسها مش من بره اهي. يعني لازم تكون ملامسة للوش بتاع القشطة عشان ما تعمليش طبقة من فوق. وبعد كده اسيبها بقى خالص خالص شوية، مثلا بتاع نص ساعة كده، واطلعها هوريكم بقى قد ايه ناعمة جدا. الكمية دي كلها بقت عبارة عن قشطة، حتة القشطة اللي بحطها بتتوزع جوه المهلبية تديني كمية المهلبية دي كلها بقت قشطة. بسم الله، تعالوا بقى ايه نوزع كده. بصوا، شايف بقى، شايف يا استاذ طلعت، شايفين كل حبايبي عاملة ازاي؟ ناعمة جدا جدا جدا، ما تتخيلوش قد ايه طعم القشطة توزع فيها بشكل رائع، بمعنى كلمة رائع اهي. ومعلقة السكر بس اللي حطيتها فيها ما سكرتهاش، بس اديتها طعم حلو كده، خليتها ايه فيها تسكيرة بسيطة كده، تحبي تاكليها تبقي حاسة كده ان في حاجة حلوة جوه الكنافة. بالراحة بقى كده هوزع بهدوء خالص، هي لسه ايه تعتبر قفشه شويه، بعد ما هفضل اعملها بظهر المعلقه كده بعد شويه تبصوا لقوها لانت معاكم. شايفين قوامها عامل ازاي؟ تخيلوا بقى ان كل الكميه دي تديكي طعم قشطه، وهي في الاصل انا مستخدمه معلقتين ثلاثه قشطه بس، والباقي كله كانه مهلبيه، مش كانه، هي فعلا مهلبيه. مهلبيه سكرها خفيف جدا. هوزع كده في كل حته اهو، ونرجع تاني. شايفين النعوميه بتاعتها؟ طيب دلوقتي حالا حالا ماشي على موزع المهلبية، تطلعوا فاصل وترجعوا لي. مش هعمل اي حاجة غير ان انا بس هوزعها بظهر المعلقة كده في الصينية واستناكم ترجعوا لي من الفاصل. فاصل قصير بس هو القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين ادي الكريمه اتوزعت ما عدا الحروف، ما بوصلش للحروف عشان ما تطلعش مني في الفرن. دي حاجه مهمه جدا، اي كريمه هتطلع من الحروف في الفرن هتتحروق معاكي، خلاص؟ طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هاخد بقيه الكنافه وتعالوا نشوف هنوزعها ازاي. هنا بقى مفيش ضغط، مش هينفع نضغط على الطبقه اللي فوق. كل اللي بعمله ان انا بوزعها بايديا كده والف الصينيه معايا، وباخد الحروف اغطي الاول السور اللي كنت عاملاه اهو. شايفين ازاي كده؟ دي اهم حاجه، بسهوله سهله جدا تقومي تعمليها دلوقتي وتعملوا احلى كنافه بالقشطه البيتي في البيت. وما تنسيش تقولي كلمتنا المعروفه والمشهوره صنعت ايديا واحيت عيني كده. شايفين ازاي؟ نقول المقادير الشربات تاني. الشربات بتاعنا 3 كوبايات سكر، كوبايتين مية، معلقة عسل جلوكوز لو موجود عندك، نص ليمونة تتعصر بعد ما الشربات يغلي، بيبقى وسط ولا تقيل ولا خفيف. تقيل قوي الكنافة هتنشف منك وتحجر، الخفيف هتطرى خالص، بنخليه كده وسط وبطفي عليه وهو يعتبر خفيف سنة لأنه بعد ما بيبرد بيتقل. بصوا بقى استاذنا ومخرجنا الكبير استاذ طلعت جايب كل التفاصيل، الله ينور بجد يا استاذ طلعت، الله يكرمك. شايفين اهو، والمقادير كمان نزلها لكم تاني، مش حرمنا من حاجه. انا كل اللي بعمله دلوقتي مجرد ان انا بغطي القشطه بس علشان ما تتحرقش في الفرن،
وبثبت الحروف كده اهي، وادي الصينية بتاعتنا جهزت بالشكل ده. بس يا ستي خلصت صينية الكنافة. وبعدين هنروح واخدين كبشة من السمنة، ده لازم معانا، بسم الله لازم وأساسي. يا سلام بقى لو سمنتك الحلوة دي سمنة بلدي بقى، تبقى صينية كنافة بالسمنة البلدي، يا السلام، هو ده الكلام. وزعي كده السمنة، كل السمنة دي يا جماعة هتطردها تاني، بصوا اهو بس. مش اكتر من كده. وعلى الفرن على طول، والفرن يكون سخن قبلها، وبحطها على الشبكة وبشغل، لو عندك مروحة يبقى تحت ومروحة بس كده. ادي شكلها بتجمد، بصوا ازاي شوية بشوية تجمد معايا، بتبقى زي العسل اهي، شايفين اهي، وتحت مكبوسة يعني تديني الوش المظبوط، وحاجة كده يعني لوز العنب. نجيب بقى الصينية اللي انا عاملها لكم من شوية، ما شاء الله احمرت اهي وبقت زي العسل. يلا بينا، سخنة مولعة اهي، بصوا شايفين، ادي النية وادي المستوية. قبل ما نشيل النية على طول في الفرن، ماشي انا معاك، يلا بينا. ادي شكلها، شايفين الفرق؟ تحميرة الحلوة دي خدتها من ايه؟ من حاجتين. حاجة في اول المقادير اكيد نسيتوها طبعا، السكر البودر، قلت لكم هو اللي بيدي لون حلو للكنافة، زائد السمنة خدت حقها في السمنة. لسه هنقلبها دلوقتي. امتى اقول الكنافة اتحمرت من فوق وتحت، وتحت الوش بقى زي الفل؟ لما الاقيها هنا سابت لي حرف الصينية وبعدت عنه، اللي هي فرقت عن الصينية اهو، شايفين ازاي اهي؟ ولو حركتها تحريكة بسيطة كده، طبعا هي سخنة، أبص ألاقي الكنافة جوه بتروح وتيجي معايا، ثابت، معنى كده إن الوش اللي تحت اتحمر وبقى زي الفل. هندخل دي الفرن، بسم الله، على الشبكة زي ما اتفقنا. أنا ما بحبش أشغل شواية خالص، شواية لأ، شواية مع الكنافة لأ يا جماعة، من تحت بس أو تحت ومروحة. بصوا بتجري معايا ازاي. طيب بنقع هنا بقى في غلطه كبيره قوي. ناس تقول لك عند الحلواني بلاقي كده صينيه الكنافه نازله في الطبق قرص كده، وانا ما بعملها في البيت استحاله تنزل القرص ده. عارفين ليه؟ لان انتوا بتسقوها بالشربات وهي في الصينيه، فبتطرى وتفرد، بتريح جوه الصينيه. لكن ايه اللي يحصل دلوقتي؟ اقلبها الاول وهي قرص ماسك في بعضه كده اهي، بصوا سخنه طبعا، قرص كده، اقلبها في الطبق واسقيها وهي في الطبق زي الحلواني بالظبط. يلا نعمل كده، يلا نعمل كده. نجيب الطبق الحلو بتاعنا اللي هنقدم فيه، واروح حاطاه كده، ونجيب بقى ايه، جوانتي فرن او فوطه كده، حاجه بقى تقيله شويه عشان سخنه مولعه، وربنا يستر. اخدها، بص بقى يا استاذ طلعت، عشان اقلبها ما ينفعش امسكها من هنا كده، مش هعرف اتحكم فيها، تتزحلق من ايديا. اللي بيحصل ايه؟ بزحلقها على حرف الرخامه، واروح تانيه عليها كده من هنا، ومن الحرف التاني من هنا اهو كده، واروح قلبها. شفت ازاي اهي؟ لا، مين اللي قال هي هي؟ بسم الله. سمعتك على فكره، سمعتك. بالشكل ده طلعت لي، طلع لي قرص الكنافه الجميل، ولا اجدع حلواني، طعم وريحه وقشطه بيتي جواها زي العسل. هنا بقى دلوقتي اسقيها بالشربات بتاعي بالشكل ده كده، بسم الله. هي سخنه ويكون الشربات برد، شايفين الشربات لا تقيل ولا خفيف كده اهو. الشربات علشان قوامه شويه متماسك بيقعد شويه فوق، وبعد كده تروح شربها على طول في ساعتها. وفيش معلقه سمنه عشان تدي لمعه لصينيه الكنافه بتاعتي. كل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي هيختفي وهتشربه اهو. اعملي بقى كده بظهر الكبشه كده، وزعي الشربات في كل حته، تابعوها. بصوا تلاقوا شربت كل ده دلوقتي اهو. انا من الناس اللي ما بحبهاش معسله قوي، يعني ما بحبش انها بعد ما تشرب شويه الشربات دول ارجع اديها تاني، لا انا يا دوبك كده تشرب الشويه الحلوين دول وشكرا على كده. حط عليها بقى شويه فستق، حط عليها سوداني، زي ما يعجبك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك، والله يا استاذ طلعت كلك ذوق. بصوا فين الشربات؟ عمال ايه؟ عماله تشربه اهي، عماله تشربه. لفيها كده كده كده، خليها
الحروف كمان تشرب الشربات وتترى معاكي. اوعى تقع، اوعى. يا سلام، شايفين القرص رايح جاي ازاي؟ دي حاجه تفرح على فكره. بصوا اهو كده اهو، نحط بقى شويه فستق عليها كده على الوش. وعايزه ايه رايك لو جبنا سكينه وقطعنا حته كده نشوف الكريمه من جوه؟ ربنا يخليك، اهو كده اهو، بس كده. عينيا لكل حبايبنا والله. ادي بقى الفستق الجميل في كل حته كده. ادي يا جماعه صينيه الكنافه بمنتهى السهوله جدا، عملناها مع بعض من الالف للياء، والحشوه بتاعتها كمان عملناها مع بعض، مفيش اي مشكله خالص عندنا، بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطه. كنا عاوزين طبق حلويات يا اولاد صغنطوطي كده نقدم فيه. يلا بينا، يلا. بصوا بالسكينه برضو بتاعت الحلواني كده اهو، يلا اهو كده، وهعمل كده. اسمعوا اسمعوا، طريه من جوه ومقرمشه من بره، اسمعوا. سامعين؟ وادي الكريمه من جوه. ايه الدنيا بقى؟ ايه رايكم؟ بصوا الكريمه عامله ازاي اهي. وادي وادي الصينيه اهي، ادي الصينيه من جوه، قلب قلب الصينيه اهو، وادي حته الكريمه معاها. بلاش الطبق. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. اللهم اني صايم، انتم مش سامعين اللي انا سامعاه يا جماعه والله. اللهم اني صايم يا جماعه. يلا اعملوها دلوقتي على طول، وما تنسوش تدعوا لي وانتوا بتدوقوا اطعم قشطه في الدنيا مع اطعم كنافه سهله وسريعه خالص، والنتيجه بسم الله ما شاء الله لوز العنب. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس، هو القناه تتغير.